اوعاك يا خالد. ابوي طيب قلبي عاد يا مرارك يا سابرة. اختم يا مرة وهي ام خالد. ده مجاهد مش هيروح حضر، وهدور على اللي قتله وهجيبه، ومش هقبل عزاء غير لما اقتل اللي قتله. خالد. ايوه يا عمي. تعال هنا، مالكش قاعدة وسط الحريم. دم ابوك مالف رقبتك. تعرفت اللي قتله؟ كلنا عارفينه، وانت اللي هتاخد طارك بيدك مش حد تاني. بتتهم مين يا حاج هاشم بقتل اخوك؟ بتهمش حد يا بيه. ازاي بقى؟ ده الحاج مجاهد اكيد له اعداء، وخصوصا المنافسين ليه في انتخابات مجلس الشعب. انت بتشك في حد معين؟ بشكش في حد يا بيه. عايزين نطلعوا له تصريح بالدفن يا باشا. مش قبل ما نشرح الجثه ونعرف اسباب الوفاه؟ الجثه مش هتتشرح، واحنا اصحاب الشأن. دي كانت طلقة طايشة في وسط معمعة الفرحة بفوزه في عضوية البرلمان، ما نعرفش مين اللي ضربها. يا باشا اكرام الميت دفن. اوعى تكونوا ناويين تاخدوا بالطار، انا مش عايز مشاكل في البلد. لا يا بيه، عوضنا على الله، وكل نفس هتدوق الموت، وده قدر ربنا وقدره. ماشي يا حاج هاشم، انا هطلع لك تصريح. هتعملوا العزاء امتى؟ يا جماعه، ده انا نسيت اقول لكم حته خبر. انا سجلت اسمائنا كلها في اسره النورس. من النهارده هنبقى كلنا في اسره واحده. اسره ايه دي؟ ما قالت لك يا دودو اسره النورس؟ وبعدين بقى انت اللي هتبقي المقرره الرياضيه بتاعتها. يا سلام، ده على اساس ان انا كل يوم باجي الجامعه بمضرب التنس، مش كده؟ ايه ده، الشاي خفيف قوي. ما هو زي الحبر قدامك اهو. الله يخرب بيتك يا خالد، الله يخرب بيتك، عودتني اشرب الشاي الصعيدي زيك. انت بتشوفي ماجد يا بنت اللئيمه؟ انت ايه، ما صدقت ان هو خلاص ساب الهام؟ عايزه تشبطي في الواد اوام؟ اهدي شويه يعني لحد دموعه تنشف من على خده. انتوا ايه يا جماعه، هي دي كل اهتماماتكم؟ واحد تصطادوه تتجوزوه تخلفوا منه عيال على طول كده؟ وحياه ابوك يا سام ما تعيشيش علينا. احنا جايز نكون بنحب دور المثقفين المتحررين، بس ده برضو ما يمنعش يعني ان احنا هنموت على عريس. ما تعمميش القاعده لو سمحتي. انا عن نفسي بفكر بطريقه مختلفه عن الكلام ده. في حاجات في الدنيا اهم بكتير من الجواز والعريس اللي يجي يحطني في امهم ويقفل عليا بالضبه والمفتاح. ما يقفل يا ستي، راجل من حقه يتحكم فينا. ايه يا بنتي اللي انت فيه ده؟ انت واللي زيك بالطريقه دي بتسيئوا لقضيتنا. قضيتكم؟ يا نهار كوبيا، ده انت قلبتيه فيلم رعب. دماغك دي اللي هتوديكي في داهيه. بقولك ايه، خلينا احنا في احلامنا الورديه. ما قلتليش حط عينك على مين؟ حط عينك على مين؟ ايه الجو ده؟
انا مش قادره اصدق انتوا قاعدين كده تنقوا العرسان وتفرقوهم عليكم. ايه ده؟ قوليلي والنبي، محدش فاهم حاجه. اديكم مثال بسيط، اقرب حاجه جوز اختي، مش كفايه ان هو عامل فيها السيد وقاعد في البيت لازق لنا، لا ده عمال يحتل في البيت حته في حته لغايه لما مش عارفين نروح فين. عشان كده طفشتي وجيتي سكنتي معانا. طفشتي؟ اسمها طفشتي؟ اشوف فيك يوم اخبر يا رانيا انت وخالد ابن صبره قادر يا كريم. لا قولي لي يا سهان، تطفشتي ليه صحيح؟ طب يا جماعه انا بقى استاذن عشان عندي بروف الترابيزه النهارده. ايه ده بجد؟ عندكم حاجه تعرضوها جديده؟ اه غاده الكاميليا. عندكم شباب نظيف، عايز عريس. ياد انت بتحلم بميسي؟ انت كمان. عين بس انت صباح الفل يا امه. صباح النور. يلا يا عيال، يلا يا بنت قوم، يلا يا واد قوموا عشان تطفحوا. يلا وانتوا وراكوا حاجه غير الاكل. قوم يا واد، مالك متنح كده ليه؟ قوم يلا يلا يا اخوي. يلا كتكل هم انتوا وابوكوا، انتوا وراكوا حاجه غير كده؟ الحمد لله. كل يا واد. الله كده يا امه، بتاكلوا من غيري يا امه؟ اعمل لك ايه؟ ما انت بتتهب بتقعد بالساعه جوه، بتهب ايه؟ بتغسل كرشه؟ ايه ده انت هو ده؟ انت عمال تعمل في طريقه؟ انت قد ايه على وشك؟ هتحط عيش يا شوقي. هتحط عيش. لا لا. الغباء ده؟ يعني مفيش عيش كده يا اما؟ اه مفيش. على راي المثل، اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي. ولا يا ابني حلقها منك ولا من اخواتك ولا من ابوك. اللي من امبارح لحد دلوقتي ما رجعش ولا كان الكلب واكل له عجين. يا ام موشح كل يوم زهقت منه وحفظته. انا هنزل الشغل دلوقتي من غير فطار. ابقى اشتري لك يا اخويا شقتين فول وكلهم مع على ضيشه، ما تعمليش بقى فيها فيلم. يا ام انت خليتيلي فلوس اجيب بيها البان. يا ام يا ام انا مش لاقي اكل منك يا ام، حرام عليكم. هو انتوا جبتونا عشان تعذبونا؟ يا ساتر يا رب. حرام عليا؟ حرمت عليك عيشتك. طلع لابوك ده هي فيك وفي ابوك، هتجيبه يعني منين؟ ياما ياما. ايه في ايه يا واد؟ بتزعق كده ليه يا دنايا؟ في حوار كل يوم ياما، في تقليبة كل يوم ياما. ياما انا بجيب فلوس من غير رجليه، اللي بيجريهم؟ انا يا دنايا اللي بجريهم؟ اديتهم لاختك عشان تجيب لنا خضار للغدا. وانا مالي ومالي الغدا؟ انا بتغدى بره اساسا. يا واد ابوك ما بيخشش عليا بعجه جرجير واحد، هاكل اخواتك بس منين يا ربي؟ يا عيش يا عيش، ده انا كل يوم بصرف لك 10 جنيه. هيعملوا ايه يا دنايا يا روح عيش ال 10 جنيه؟ هيجيبوا ايه يا اخويا؟ ولا حاجه. وبعدين بقى المفروض انك انت تصرف عليا انا واخواتك. اه كبرناك وخليناك زي العجل اهو، وخدت الثانوية ودخلت الجامعة وما رضيناش انك تخش حتى صنايع وتبقى نقاش قد الدنيا. بقيت وزير الصحة انا دلوقتي، ولا دخلتوني انتوا الجامعة الأمريكية؟ ما هو كله بفلوسي. وبدعاية يا ابن المسطول. طالعة عايز انت كمان. روح يا اخويا شفت حشاكيلك. اتيتو؟ ايوه يا ابني. الحق طلعت، ابوك بيتخانق وبينصبت على القهوه ياسمين من عادل جعير. ابو مين بيتخانق يا؟ يا لهوي قول للحاره حتى اللي هيخش بيته مش هينجا من طلعت. ابوك بيتخانق وانت قاعد لي هنا يا موكوس. يا اما سيبيني مالكيش دعوه بيا. يا واد هجيب حد طيب. تيجي معايا فين يا اما؟ افتح الدش هتشوفي كل حاجه، مش هتعرفي الحاره دي، هزيحها على بعضها. عايز اشوف ابوك وهو بيتضرب. يا اما ما
خليك انت هنا، مالكيش دعوه بيا، واحد زعل مني يا حاره. كلامي يا موقوف كتكليله. هتزعل يا حاره. واد يا طلعت، انت يا واد، واد يا طلعت. هتزعل يا حاره. طلعت نزل يا حاره. انت فين يابا؟ انت فين يابا؟ مالك يابا؟ مالك؟ شفت اللي حصل يا طلعت؟ ايه يابا اللي حصل؟ عادل الجعير ماله؟ كنا بنلعب كوتشينه على فلوس. كنت بغلبه على طول. وجيت من شويه خسرت كل فلوسي. بعدين قلت له كفينا يا جعير. عمل اللي عمله ده. طلعت هات لي حقي يا طلعت، هات لي حقي. لما انت حبي كده يابا ما ضربتش الجعير ليه يابا؟ هات لي حقي يا طلعت، عرفه ان مرسي ما خلفش بنات. بنات؟ بنات ايه يابا؟ يا جعير يا جعير انزل يا جعير، النسوان بس هي اللي بتستخبى يا جعير. طلعت واقف لوحده تحت يا جعير، لو كنت دكر انزل يا جعير. طلعت واقف لك في الشارع يا جعير، يا جعير انزل موت لوحدك بدل ما موتك انت وعيالك. ليه يا ابني مرسي؟ انت بتقول لي مين يا دنزل لو كنت دكر؟ ليه لا؟ ايوه بقول لك انت، حد قال لك تلعب بخبز البطيخ؟ انزل يا جعير، انزل اللي اعرفك مقامك. انت هادي اللي هتعرفني مقامي يا حالتها؟ طيب انا بقى هنزل لك اصغر عيل عندي عشان يعرفك مقامك. يا زيكس يا زيكس، انزل لا تشوف الواد السيس ده، وهات لي حته من قطره واعرفه مين عادل الجعير. ينزل زيكس، نزل اللي تنزله، طلعت ما بيخافش من بني ادمين. ماشي يا حالتها. وينفع كده يا زيكس؟ ينفع وهتتضرب يا زيكس. احنا الشباب زي بعض يا زيكس، وانت هتفهمنا يا زيكس. ينفع عم عادل كده يا زيكس؟ ينفع اللي بيعمله ده مع ابويا؟ يعني ينفع يضرب ابويا؟ ينفع عم بعض نضرب بعض كده يا زيكس واحنا واقفين؟ وانت راجل وفاهم يا زيكس. يا زيكس ابوك ضرب ابويا يا زيكس، اعمل ايه انا؟ وبعدين يا زيكس ما انا جاي لك وانا عارف انك هتحل يعني يا زيكس. بص يا زيكس عشان ما تقولش طلعت ما كبرليش، امسك يا زيكس قدم انت ابوك يا زيكس. انا مش هتدخل، انا اهو زي ما جيت زي ما طلعت. يلا يابا يلا يابا. طلعت ايه؟ قطعتهم طلعت. هتشوف زيكس هيعمل ايه يابا؟ جدع طلع. خد ابنك يا مرسي بقى وغطيه. جدع عادي زيكس، اطلع يا واد يا حبيب ابوك اطلع. لسه فاكر ايام الجامعه؟ طبعا، ودي ايام تتنسي. فاكره الدكتور عبد الجواد لما طردني بسببك؟ لا، بسبب الكشكول. انا منظري كان كشكول. والله بس كانت ايام جميله. هاي ماما. هاي حبيبي، هاي. اهلا يا استاذ فؤاد. ازيك يا رؤيا يا حبيبي، اخبارك ايه؟ وحشتني. انا كويس الحمد لله. طيب على اذنك يا ماما اجهز لك الاكل. لا يا حبيبتي، خليك قاعده مرتاحه. شكله كده ما يكونش يعني متضايق انه لقاني قاعد معاكي. لا يا فؤاد، لا، هو متضايق كده من ساعه حكايه بابا. لو كان موضوع العربيه بتاعته اللي اتحجز عليها مضايقه، انا مستعد اجيب له واحده جديده. للدرجه دي بتعزنا؟ طبعا، مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا ترضيكي، قصدي يعني ترضيكوا. منور يا انك. ميرسي يا حبيبي، شكرا. اخباركم بقى على ماتش هايل. حبيبي لؤي، انت متضايق من حاجه؟ لا يا حبيبتي خالص. على فكره مش من الذوق انك تتصرف بالهمجيه دي وانكل فؤاد قاعد هنا. ومش من الذوق برضه ان حاجات تانيه تحصل. بعد اذنكم. لا اذا سمحت، الولد غلط ولازم يتاسف لك. انا مش هتاسف لاني ما غلطتش في حد. انتوا اللي بتعملوا حاجات غريبه كده انا مش فاهمها، وخصوصا بعد ظروف بابا وسافروا بره. انا ماشي. لا يا فؤاد استنى يا فؤاد، انا مش عارفه الولد بيتصرف بالطريقه الهمجيه دي ليه. ممكن فؤاد، يا ريت حضرتك ما تبقاش تيجي هنا تاني، وخصوصا وانا مش موجود. انا متاسفه متاسفه يا فؤاد. فؤاد
منير رجب هيرشح نفسه في الانتخابات بعد يومين. طبعا انتوا عارفين ان هو اللي قتل اخويا مجاهد. طب وايه العمل يا حاج؟ عضويه البرلمان مش لازم تطلع من الحدايد ابدا، ها؟ لازم نرشح واحد من هنا. مفيش كبير غيرك، انت كبير الحدايد بعد المرحوم. لازم نحرق قلبه منير على ولده، وانت اللي بيدك هتاخد طارك يا ولدي. اه بس يا عم احنا ما نعرفش مين اللي قتل ابوه. وهو في غيره؟ اكيد منير الجاب هو اللي وزع على قتل ابوه. يعني منير غبي للدرجه دي يقتل ابوه بعد فوزه بالعضويه بساعات؟ قصدك ايه؟ معناته ايه الكلام ده؟ انا مش هاخد بطار وقت الفتح القاضي من غير دليل. انت اتجننت؟ يبقى مش عايز تقتل بايديك. انا ما عاوزش اقتل حد، مش عشان فتح صاحبي، له عشان مش متاكد ان ابوه اللي قتل ابوه. الكلام الفارغ ده ملوش عازم، انت هتقتل بايديك والا هتلبسنا الطرح وتعيشنا في العار طول العمر. هتقتل بايديك يعني هتقتل بايديك، وبكره وهو بيفتح له المحل الجديد، والا تبقى انت لا ابن اخوي ولا اعرفك. بينا يا رجاله بينا. الكلام الماسخ اللي سمعته ده ياما انا، بطل الكلام العفش ده. تمشي مع عمك ورجاله من سكات، يا اما تاخد بطار ابوك يا اما ورحمه ابوك الغالي. لا هتبقى ولدي ولا اعرفك يوم الدين يا خالد. أقول له. ايوه ابوي. اسمع حديثي ده زين يا ولدي، انا فتحت لك المحل ده علشان تبعد عن الولد الزفت ده اللي اسمه خالد، ومن هنا ورايح لا تعرفه ولا تكلمه وتبعد عنه نهائي، وتنشغل في دراستك وشغلك وتنشغل عنه وعن عيلته. دول يا ولدي فاكرين ان انا اللي وزيت على قتله. امال مين اللي قتله ابوي؟ واه وانا ايش عرفني عاد. اغسل عاري يا
السلاري لك يا خالد. ما قدرش ما قدرش يا عم. ايه الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ما قدرش تاخد طلبك؟ انا ما اعرفش مين اللي قتل ابوه. ما حدش له مصلحه في قتل ابوك غير من القاضي. ده مش دليل. ما تكوحش في الكلام ونفذ اللي بقول لك. ما قدرش ما قدرش يعني ايه؟ هتحط راسنا في الطين وتشيلنا العار طول العمر؟ اخفى من قدامي هقتلك هقتلك هقتلك. اطفو عليك ولد، اطفو عليك عيل، اطلع بغوري، اطفو عليك. عارف انك مش هتقدر، بس قلت يمكن يتنحرر اللي متابوه على يده. ما قدرتش اقتل ياما، لا فتحه ولا غيره. افهميني ياما، بعد يدك عني ما تلمسنيش. لا انت ولدي ولا اعرفك، متبريه منك يوم الدين، وكمان ما تقعدش في بيتي. ده بيتي وبيت ابوه، مالكش حق فيه. طب اديني حق في ورث ابوه. انت مش ولد مجاهد الحداد، ومالكش حق عندي. قدام خمس دقايق تلم حاجتك واطلع مش فرش قدامي. بس صغيرة صدقوا اللي قالوا في المثل، اللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من المرقصة، واللي تمشي ورا العيال لازم تشبع بصبصة، اللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من المرقصة، واللي تمشي ورا العيال لازم تشبع بصبصة، واللي ما يحبش على قده يستاهل ياخد على خده، واللي ما يحبش على قده يستاهل ياخد على خده. انا اللي جبت ده كله لنفسي، حبيت واحدة في مدرسة. هتفضل على الحال ده كتير؟ انا تعبان يا سوسو، تعبان بجد. حتى الواد ده انا باجي هنا على فكره على قفاه، هو اللي بيحاسب. هيسافر بكره، ممكن مقدرش اجي هنا تاني. طب وايه يعني؟ هو احنا كنا اتعرفنا على بعض هنا يا حبيبي؟ انت تقابلني في ايها حته انت عاوزها. خلاص يا سوسو، جيم اوفر. حتى ده كمان مبقاش ينفع. اي مكان هنخرج فيه مع محتاج فلوس، وانا مبقاش معايا فلوس. انا حتى تمن التاكسي اللي هاخده عشان اروح بالجامعه ما معايش تمن. اركب مترو، اركب ميكروباص، الدنيا ما تهددش يعني. اعمل زي ما خليق ربنا. ميكروباص؟ انا اركب ميكروباص؟ يا بنتي ده انا عندي 23 سنه، عمري في حياتي ما ركبت اللي اسمه الميكروباص ده. انا مش عارف الناس تركب الصندوق ده ازاي، ازاي بتقعد جواه يعني؟ عايزين اخش جواهم واتزاحم معاهم واشم ريحه عرقهم والقرف اللي هم فيها. استنى كده لما افتكر، اصل انا عندي 21 سنه
وطول عمري ما بركبش غير الميكروباص وسط الزحمة والقرف والعرق. يوه بس ما باخدش بالي. أنا لازم أشوف حل اللي أنا فيه ده. هتعمل إيه يعني؟ مش عارف بس لازم أشوف حل. أنا ما بقتش فاهمة منك حاجة. أنا حبيبتي قمر ولا شيء بس لسه ناس منيزة. عادي بقى خدي اشربي. عايز أخد في الحب. هتقول لي أنت بقى ولا إيه؟ لخصلي لخصلي. بص يا عم ماجد أنا ماليش دعوة بالحوار ده. مش هتتكلم في قاعد في البيت هو مرتاح واحنا عمالين نلفف له على شقة. خلاص يا عم خلاص يا عم خلاص أنا هتصرف. بقول لك يا غالي كان يعني طلباتنا موجودة. أنا بقى عايز أسألك سؤال لأن أنا مش فاهم حاجة من الحوار كده. اشمعنى بقى عايزين الشقة في حتة مقطوعة؟ ما هو احنا اصل بص اصل الواد يعني انت عارف الامتحانات قربت وهو عايز يذاكر ويركز فمحتاجينها في حتة هادية. الواد اللي هيسكن ده من الصعيد؟ يا عم من الصعيد ولا من اي حتة مالك ايه؟ بقول لك ايه يا غالي؟ والواضح كده ان الفار بيلعب في عبك فانا حنجز عشان ما بحبش الحوارات الكتير. انا هديك الناهية. عليك نور قول لي المفيد ده. بص يا غالي الناهية اقرب من كرداسة. الواد ده صراحة كده عليه طار وعايزين نقعده في حتة محدش يوصل له ولا حد يعرف حاجة عنه. يخلص امتحاناته ويتكل على الله. بس كده بقى ملوش عندي مطار. ليه بس يا غالي؟ ليه؟ ده الواد على فكرة الواد ده مش شيطان، الواد ده ما قتلش حد، بس هو دخل في لعبة بقى الطار وحاجات الصعايدة، أنت فاهم الليلة دي؟ الواد كويس غلبان يعني هنقف جنبه، هنجيب له شقة يقعد يخلص جامعته ويتكل على الله. مالك فيه إيه؟ ليه يا سيدي المعلمين؟ بعدين ده ماجد من الشباب المجد على اللي هيعجبوك قوي. والكلام في التاني برضه صاحبي وانا قايل لهم ان المعلم طلبه هو اللي هيظبط لكم كل حاجه. يا عم واذا حصل اي عوق او اي مصيبه او اي داهيه اعمل ايه؟ اسمع لو حصلت حاجه مفيش قدامي غيرك يا طلعه هقطع رقبتك فاهم؟ عيب عليك يا سيدي الناس عندي. يا عم ما تقلقش مفيش حاجه شمال في الموضوع على ضمانتي انا كمان. يلا بينا. طب استنى طب هنروح كده من غير الجلافه ما يجي يتفرج معانا؟ يا عم كلمه قول له جه لنا على نص زمان ونزل اصلا. يلا كلمه. مش عارف يلا عم الواد مشي يلا عشان اتفضلوا يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى وانت داخل انت وهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الشقه دي بقى 90 متر بتبص على بحر من هنا. انت مش فاهم يا طلبه انا مش عايز حاجه على البحر. يا سيدي الشمس بتخشها طول اليوم. انا ما عايز شمس انا. ما انا عايز ايه؟ انا عايز اقعد في حته مقطوعه. يا عم شوف له حاجة أهدى من كده شوية يا عم طلبة. أهدى من كده إيه يا بقف؟ ده إحنا في نهي. يعني تقتل فيها القتيل محدش يحس بيك. أيوه هو ده طلبة. كده زينة. زينة مين ياض لشوقك؟ زينة يعني حلوة. حلوة مين ياض؟ يعني الشقة مش بطالة يا طلعت في إيه؟ آه. ركبت لي أعصابي. خد المفتاح أهو اسمع. تبعت شهرين مع طلعت ومعاهم صورة البطاقة بتاعتك. طب يا عم طلبة شهرين مقدور عليهم. انما يعني ايه لزوم البطاقه عاد؟ لزوم البطاقه يعني ايه؟ خلاص خلاص انا هبقى اديك البطاقه بتاعتي وتبقى اعمل عقد بتاع الشقه باسمي. انا مش فاهم حاجه. خليك في حالك يا غالي. ماشي يا عم صرفوا زي ما انت عايزين. ابعت الفلوس وصوره البطاقه مع طلعت انا مستنيك يا طلعت. طياره وراك يا برنج العالم. لو اللي بقى يا عم خالد مالك كده من ساعه ما رحت البلد يومين وانت حالك مش شقلب ياد؟ ده انت واخد الدنيا بصدرك. انا بس واصحى احكي لك الحديد من اوله لاخره. حديدك ماسخ وبايخ وغبي. يلا يلا يا اخويا يلا يلا. سلام يا غالي. حد ماسخ. سلام. وعلى خير. سلام. بقول لك يا طلع ها هو التلفزيون ده شغال؟ جرب يا حبيبي.